صغير وغالب الزاملي ويحيى كريم. هذه الصور الحصرية الخاصة لبرنامج حديث الملاعب قبل الدخول إلى قاعة الاجتماعات. بعدها بتقريبا ساعة أو ساعة ونصف التحق عضو اتحاد كرة القدم. هذه الصور مثل ما نشاهد الكابتن عدنان درجال قبل التوجه إلى الاجتماع الخاص بموضوع اتحاد كرة القدم وسحب الشكوى المقدمة من قبل الكابتن عدنان درجال بحق أعضاء اتحاد كرة القدم، رئيس اتحاد كرة القدم السيد عبد الخالق مسعود، وأيضا نائب رئيس اتحاد كرة القدم على خلفية التزوير في الأوراق الرسمية. هنا نشاهد عضو اتحاد كرة القدم السيد علي الأسدي وصوله إلى أربيل مباشرة إلى القاعة، وأيضا السيد طارق أحمد ووزير الشباب والرياضة. هذه الصور الحصرية لبرنامج حديث الملاعب. إلى الآن الأنباء والأخبار الخاصة بنا أنه هناك مشادة كلامية داخل الاجتماع بين السيد كامل صغير والمجتمعين، أدى على أثرها إلى خروجه من قاعة الاجتماع وترك الفندق، لكن وزير الشباب والرياضة استطاع أنه إقناع السيد كامل صغير عضو اتحاد كرة القدم إلى العودة مجددا إلى طاولة الحوار والتباحث من أجل حل قضية اتحاد كرة القدم والموقف المتأزم جدا بين الأطراف. الكابتن عدنان درجال مثل ما قلنا شروطه واضحة، هي استقالة اتحاد كرة القدم، تشكيل هيئة مؤقتة، توسيع الهيئة العامة، ومن ثم التغيير بالنظام الأساسي لما يتيح أريحية لكافة النجوم الذين خدموا الرياضة العراقية خلال السنوات الماضية بأحقية التمثيل في مجلس اتحاد كرة القدم، وتكون مفتوحة إلى الجميع ولا تكون هناك أمور خاصة.